أنا باعتباري رئيس للجنة حقوق الإنسان، وقد نتعاقب من وراء هذا الكلام من قبل الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة اللي يديرون الدولة على كلامي هذا وعلى لقائي هذا. لكن أنا نائب عن الشعب، الذي يحصل فليحصل، المهم أن واحد يعلن براءته ويخلي ذمته ومسؤوليته من هذا الأمر الخطير اللي نشوفها في انتهاك حق الإنسان العراقي منذ عام 2003 ولحد الآن، اللي احنا كنا نعلق على ما جاء أيام النظام السابق من سجون وإعدامات وكثير من الأمور، لكن الذي حصل تحت يافطة مبادئ حقوق الإنسان للأسف أكثر مما يحصل في الأزمنة السابقة. سيادة النائب، أنت ذكرت بالبداية وأرجع وأقول لك أنه الكلام اللي وجهته تقول احتمال سوف أعاقب عليه بشدة، بالفعل إحنا بدنا نتكلم عن حقوق الإنسان، هاي الجملة بالذات يعني ما موجودة ببلدنا، ليش إحنا بدنا نعيش بحالة خوف ترهيب بالعراق؟ يعني أكو حقوق إنسان وإحنا منتهكيها بكل مكان، سبب الانفلات من العقاب هو هذا السبب أم هناك أسباب أخرى؟ يعني أولا أنا ما أريد يعني أقسي أكثر على الحكومات المتعاقبة، عندما نتحدث عن حقوق الإنسان أكيد الوضع الحالي اختلف عن الوضع السابق. اليوم أعطى مبادئ حقوق الإنسان أن يكون هنالك زيارات للسجون، أعطى ثقافة حقوق الإنسان لأن يعبر كل واحد عن رأيه بالشكل الصريح والواضح، أعطى حقوق الإنسان لبعض الفئات التكلم والمخاطبة والكتابة بعيدا ما كان موجود سابقا. ولكن الخوف مما يأتي؟ الخوف تأتي من أن الثقافة حقوق الإنسان لدى قادة الكتل السياسية اليوم يبدو أنها مترسخ لديهم، كأنهم طالما أنا أصبحت في سدة السلطة يجب أن لا ينتقدني الآخر. اليوم للأسف الانتقاد اللي تصير على القيادات السياسية وعلى الحكومات تفهم بأنها انتهاك لحق هذا الحزب أو لهذه الحكومة، هذه مو انتهاك. الانتهاك تحصل عندما تقوم مواطن الإدلاء بفكر أو بمعتقد تخالف أحكام العرف العراقي أو العرف الإسلامي أو العرف القانوني، هذه ذاك الوقت نقدر نقول هذا المواطن انتهك القانون، انتهك الأمور الأخرى، بحيث أنه عليه أن يحاسب على فعلته. وهذا موجود في قانون العقوبات العراقي. لكن الذي يحصل اليوم ثقافة الخوف من قبل القيادات المتنفذة أن كل واحد من يعبر عن رأيه بالشكل اللي من يشوف هو نفسه مظلوم، هذا كأنه يريد يسقط الحكومة، يريد يسقط هذا الحزب. لا، بالعكس، اليوم أنا شخصيا أؤيد ما يقوم به السيد رئيس الوزراء الحالي. يريد يحل الإشكاليات، لكن التركة الموجودة عليه ثقيلة. ما يقدر يحلها خلال فترة قصيرة، خلال فترة ما يقدر يحلها. إذا إحنا معوقات في وزارة حقوق الإنسان. نعم.